نعم. قال: فانظر رحمك الله من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. لا تستعجل فيما تسمع من الناس، خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول، خصوصا لما جدت وسائل الإعلام وصار كل يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات وفي، فالخطر عظيم، الخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع، عليك بالتثبت، معرفة المصدر، من اللي قال هذا ومنين جاء هذا الفكر، ثم ما هي مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أين تعلم، عمن أخذ العلم. فهذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا في هذا الزمان. فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويشقق الكلام ويأخذ بالأسماع، لا تغتر به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه. فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه، وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل، ما عنده شيء من الفقه، بل عنده سحر الكلام فيغر الناس بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر وبأنه حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق. ما هو المعتبر كثرة الكلام أو شقشقة الكلام، المعتبر بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل. ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل. وهذا هو الواقع في زماننا، يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء. والكلام على الفقه، ما هو بالكلام على كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير. بغيت تذمه قلت هذا وش هذا قيء الذبان، وإن مدحته قلت هذا مجاج النحل، هذا شيء طيب. وإن ذميته قلت هذا قيء، شوف بدل مجاج تقول قيء، وبدل النحل تقول الزنابير. فالبليغ يقلب الحق باطلا والباطل حقا ببلاغته، فاحذر من هذا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، حذر من هذا. نعم. وقال: إن من البيان لسحرا، نعم، يسحر الأسماع. نعم. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى. نعم، هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد لأنه من تلاميذه. يقول: لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. وين هو عصرنا الآن؟ عصر الأهوى وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم بعضه ببعض، يموج بالفتن والشرور والأفكار، والعدو الآن يريد قلب الدين رأسا على عقب، يريدنا أن نكون تبعا له، ويفرض علينا أفكاره ويفرض علينا سياسته. فعلينا أننا نتثبت في هذا الأمر ونتوقف عن كثير من الأمور، وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله، ونتفقه في دين الله عز وجل. فالفقه فيه عصمة من الفتن، الفقه وهو الفهم. قد تكون كثير الحفظ لكن ما عندك فهم، ما في فائدة. أنت والعامي سواء، بل ربما أن العامي يكون أحسن منك لأنه يتوقف ويعرف جهله، وأنت ما تعرف أنك جاهل، عندك أنك عالم. فما هي بالمسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام، المسألة مسألة فقه
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قد يكون الإنسان يحفظ وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه، رب حامل فقه وغير فقيه. نعم، حامل، هو حامل، ما هو فقيه لكنه يحمل. فالفقه هبة من الله، يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها ونماها انتفع بها، أما إذا أهملها ضاعت. نعم. فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذه وصية عظيمة. إذا أعجبك كلام في الدين، أما الكلام اللي في أمور الدنيا ما علينا منه، لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه، هل هو مؤسس على حق وأدلة، أو هو من الرأس ومن الفكر، هذا غثاء كغثاء السيل، اتركه. أما إن كان مؤسس ومؤصل على الكتاب والسنة فهذا حق، فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه، حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته لا تعجل فيه حتى تنظر، تعرضه على الكتاب والسنة وتنظر من قال، هل هو فقيه ولا ما هو فقيه. نعم. فلا تعجل ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أهل العلم عنه، وتنظر هل قاله أحد من السلف أو لم يقله. وهذا ما حذرتكم منه كم مرة، أقول لا تحدثوا عبارات أو أقوالا لم تسبقوا إليها، لا تحدثوا اجتهادات وآراء وأقوال وعبارات لم تسبقوا إليها، خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف. نعم. حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم. أو أحد ولا من العلماء. ولا تصير شاذ، إذا جبت شيء ما لم تسبق إليه يكون شذوذا، يكون شذوذ وخطره أكثر من نفعه. نعم. حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذا هو الميزان، كلام الصحابة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا في الآية، ماذا قالوا في الحديث، بماذا شرحوه، بماذا فسروا الآية، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم، لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوه منه، فهم أقرب الناس إلى الحق. نعم. حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لكن اللي يقول أن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكارهم، نحن رجال لنا أفكارنا والزمان تغير، يعني الدين ما هو باقي إلى أن تقوم الساعة، ما هو بالدين، هو الدين، الدين باقي ما يتغير بتغير الزمان، لكنه شامل، الدين شامل للزمان والمكان، أما أنه يتغير لا، ما يتغير الدين، اللي تغير الاجتهادات البشرية، أما الدين نفسه فلا يتغير، لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ ولهذا يوصون بأنهم يقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهم من عندك أو من عند المتأخرين. نعم. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ نعم، أحد من العلماء المعتبرين الأئمة الذين يسيرون على منهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الرواة عن الصحابة، الصحابة هم الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن أصبت فيه أثراً عنهم فتمسك به، إذا وجدته موافقاً لقولهم فتمسك به. نعم.
فإن أصبت فيه أثرًا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تجاوزه لرأي فلان وفلان ممن جاء بعدهم. نعم. ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في النار، ولا تختر على ما جاء عن السلف شيئًا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، لأنك خالفت طريق الجنة. طريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا هو طريق الجنة، وما خالفه فهو طريق النار. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد صراطي، أما غيره فهي سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق، من شياطين الإنس والجن. وين تروح؟ مع من تروح؟ مع أي طريق تروح؟ تتحير، لأنها طرق كثيرة ما تدري وين تروح. لكن الصراط المستقيم هذا واحد، ما فيه اختلاف ولا تضيع معه أبدا. أنت لما تكون في البر تكون مع جادة واضحة وقدامك طرق من هنا وهنا، أي هنا اللي تأخذ؟ الطريق القاصد الواضح أو الطرق اللي التي هنا وهناك متفرقة ما تدري وين تروح؟ هذا من ناحية الشيء المحسوس، فكيف بالشيء الذي هو معنوي؟ نعم.